بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله امتحان الوحدة الرابعة الأول، أول امتحان على وحدة المعادلات والمتباينات. يلا نروح مع بعض للسؤال الأولاني، بيقول لي إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة. أول شكل أهو، ده معادلة كفتي ميزان، أدي الكفة الشمال وأدي الكفة اليمين، هنا عيلة الإكسات وهنا عيلة الأرقام. والراجل بيسألني سؤال صريح جدا جدا على قيمة الإكس، الإكس بكام؟ يجي ولد يقول ده مش إكس يا مستر حامد، دول 3 إكس. يعني عايز إيه يا حبيبي؟ يقول لك أجمعهم إكس وإكس وإكس يبقى 3 إكس، ونجمع كل دول. أقول له كلامك صح، وبعد كده تجيب الإكس يقول لي آه. أقول له بس لو أنت ذكي تعمل إيه؟ مش دول 3 إكس؟ يقول لي آه. مش دول 3 صفوف؟ يقول لي آه. أقول له يبقى يا بابا قيمة كل إكس تاخد صف، الإكس تاخد الصف ده، والإكس دي زيها تاخد الصف ده، والإكس دي تاخد الصف ده من غير ما تتعب نفسك. طب كل في صف فيه كام؟ فيه 5، 5 وحايد يبقى ب5، من غير ما تتعب نفسك خالص. أمال الولد كان عايز يعمل إيه يا جماعة؟ يقول إكس وإكس وإكس يبقى 3 إكس، جميل. ودول 5 و5 و5 يبقى 15، وبعد كده يقسم على التلاتة شمال ويمين، امشي امشي تبقى الإكس ده على ده فيها الـ5. نفس الإجابة بس دي أسهل جدا. اللي بعده عايز المعادلة التالية اللي بتمثل الميزان ذو الكفتين. تمام، من المعادلة أقول له هنا إكس، طب جنبها كام واحد؟ 4 وحايد، يبقى الكفة دي إكس زائد 4. طب الكفة التانية هتلاقي 6 وحايد يبقى 6، يبقى المعادلة ايه يا جماعة؟ اكس زائد 4 بتساوي 6، وتبقى نمرة باء الإجابة الصحيحة، كفة يمين وكفة شمال. اللي بعده عايز حل المعادلة دي، نعمل ايه؟ الاكس كأن عليها نقط، 9 وكم يدينا 17، يبقى نجيب الاكس ازاي؟ الزائد تتقلب ناقص، صاحب البيت الـ17 يكتب أولا، ونقص الـ9 تبقى الإكس إجابتها كام؟ إجابتها 8. أدي الشريحة الأولى، تعال نكمل. أي مما يلي تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة دي؟ طب ما تيجي إحنا نحلها بنفسنا. أوكي، الواي أكبر من أو يساوي، ما دام شفنا أو يساوي يبقى لازم أبدأ بمين؟ برافو عليك، بالسالب 45، ده أول عدد يكتب عشان اليساوي. طب أنا عايز الأكبر منه، يعني الأفضل من الـ45 السالبة، يبقى الـ44، وبعدين سالب 43، وهكذا. جميل، ده لو إجابة عامة. مين فيهم بقى اللي بينتمي؟ مين لو مشيت هتلاقي إجابته من ضمن الإجابات؟ الـ50، سالب 50 عمرك ما هتقابلها، لأنك ماشي سالب 45، سالب 44، سالب 43، سالب 42، عمري ما هقابل دي ولا دي ولا دي، لكن ممكن أقابل مين؟ سالب 1، لأنها أكبر من سالب 45. سيف أطول من عيسى، سيف بيقول لعيسى أنا أطول منك، وكان طول سيف اللي هو الطويل 177، يبقى طول عيسى ممكن يبقى كام؟ أقول له سهلة، ما دام سيف الطويل يبقى لازم عيسى يكون أقل، يبقى أنا أدور على الإجابة الأقل من 177. مين الإجابة الوحيدة الفريدة يا فريدة اللي أقل من 177؟ الإجابة 176 يا مستر. مين أصغر عدد صحيح ينفع يكون حل للمتباينة دي؟ يلا يا ولاد، إكس أكبر من سالب 6، هل السالب 7 أكبر من السالب 6؟ هل السالب 3 أكبر من السالب 6؟ هل السالب 4 أكبر؟ هل السالب 5 أكبر؟ لاحظتوا إيه؟ أيوة يا مستر حامد، لاحظنا إن السالب 3 أكبر، والسالب 4 أكبر، والسالب 5 أكبر، لكن هو عايز أصغر عدد صحيح. يعني مين أصغر عدد في الثلاثة دول؟ السالب 5، يبقى الثلاثة ينفعهم، ولكن أنا اخترت ده ليه؟ لأن خسارته كبيرة، يبقى أصغرهم. السؤال اللي بعده عايز قيمة مين؟ المعادلة دي شايفينها؟ أه شايفينها. ازاي نجيب الاكس؟ اقول له سهله جدا، مش دي علامه زائد؟ اه، تتقلب لناقص، يبقى 7 ناقص 4 تطلع 3. التلاته اللي جابها مستر حامد دي مين؟ دي الاكس لوحدها،
طب الراجل عايز مين؟ الراجل عايز 2 اكس يا مستر حامد، يبقى نضرب 2 في قيمة اكس اللي هي 3، تبقى الإجابة 6 يا ولاد. اللي بعدها عايز قيمة التي، تمام. لاحظت ايه؟ ان التي جت في الاول وبعدها ناقص، يبقى ده الكل يا ولاد زي النماذج الشرطية. طب علشان نجيبها نعمل ايه يا ولاد؟ نقلب الناقص دي لزائد، يبقى التي بتساوي، نكتب ال11 صاحب البيت. مين صاحب البيت اللي بعد يساوي؟ طب والناقص 5 تبقى زائد 5، تبقى الإجابة 16. طيب تعرف تجيب لي حلول ممكنة للمتباينة اللي بتقول الإكس أقل دي يا جماعة لأنها ضيقة من سالب 15 بس تكون في مجموعة الأعداد النسبية؟ أقول له يبقى ندور على الأعداد الأقل من سالب 15. مين الأعداد الأقل من سالب 15 يا جماعة؟ أقل، يجي ولد يقول سالب 16 صح، سالب 17 صح، سالب 18 صح. بس يا مستر حامد في حاجة. ايه هي يا حبيبي؟ يقول لي الاعداد اللي حضرتك كاتبها كلها اعداد صحيحة. اقول له انت نسيت. طب ما الاعداد الصحيحة تعتبر اعداد نسبية، ومع ذلك يا حبيبي لو عايز قصور حط قصور، سالب 16 ونص، سالب 17 ونص، سالب 18 وتلت، وهكذا. السؤال اللي بعده الثالث والاخير جايب لي كم معادله؟ 3 معادلات، ادي الف وادي ب وادي ج، وعايز حل المعادلات. انا كتبت الاولى 6 تي يعني 6 في تي بتساوي 48، يعني حذر فذر مين اللي الرقم اللي يتضرب في 6 يدينا 48؟ اقول له 8 من جدول الضرب. طب لو عايز اعملها حسابيا اقول له اللي مغلس الستة يبقى نقسم على الستة شمال ويمين، امشي امشي اتبقى التي ده على ده فيها التمانية بس خلاص. طب انا عايز هنا قيمة الاكس يا مستر حامد، نكتب الاكس. صاحب البيت يكتب اولا، زائد 25 تبقى ناقص 25، اطرح الاتنين من بعض هتبقى الاجابة كام؟ 17. اللي بعدها مين اللي مضايق البي؟ التلت، عايز اطفش التلت يبقى نضرب في المقلوب، مقلوب التلت 3 على الواحد بس نضرب شمال ويمين. وبعدين يا مستر دي تروح مع دي ودي تروح مع دي، بقت البي لوحدها، الواحد تحت ملوش تأثير، و3 في 30 تبقى الإجابة 90. عايزك تحل المتباينة دي. بص إكس أكبر من أو يساوي سالب 1، يبقى مين أول عدد أبدأ بيه؟ سالب 1 عشان أو يساوي. طب نجيب الأكبر من السالب 1 يبقى مين؟ يبقى الزيرو صح، وبعدين الواحد، وبعدين الاتنين، وبعدين إلى ما لا نهاية. تاني أكبر من أو يساوي سالب 1، وعايزها في مجموعة الأعداد الصحيحة يعني أعداد سليمة ما فيهاش قصور. ما دام يساوي يبقى نبدأ بسالب 1 ونجيب الأكبر منه مباشرة، الصفر والواحد والاتنين إلى ما لا نهاية. طب عايز يمثلها على خط الأعداد، نقسم خط الأعداد إيه يا ولاد؟ مسافات متساوية بالقلم الرصاص والمسطرة، أدي خط الأعداد أهو وبحاول أقسمه مسافات متساوية، ونختار مين؟ الزيرو هنا في النص، وعلى اليمين اكتب الموجب 1 2 3 4 5، وعلى الشمال اكتب السالب، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. مين الأعداد اللي أنا اخترتها؟ سالب 1 والزيرو والواحد. سالب 1 يبقى نعمل عليه كورة، والزيرو نعمل عليه كورة، والواحد نعمل عليه كورة. ده أنت مكمل يا مستر حامد، يبقى نرفع حبل بالمنظر ده ونقول كل الأعداد اللي في الاتجاه الموجب معانا ونستدل عليها بالسهم، يبقى بداية الكتابة من سالب 1 فأكبر يبقى 0 1 2. يا مستر بس انت نسيت تظلل الاتنين والتلاته والاربعه. اقول له يا حبيبي ما دام عملت السهم بتعرف المصحح ان كل اللي جاي بعد كده معانا. كده خلص الاختبار بتاع الوحده الرابعه الاول، يا رب يكون بسيط وسهل ومفهوم.